عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم الإعلان عن إنشاء ديال اللجنة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، وهي لجنة مكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لاصدوم ومركز أمريكا لحقوق الإنسان. الهدف ديالها هي الترافع من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، وهذه اللجنة تضم شخصيات سياسية وثقافية وحقوقية من ضمنها عبد اللطيف اللعبي، جمال بن عمر، سامبريرو، صحفيين. الهدف هو الترافع أمام المؤسسات الدولية وكذلك المحلية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إذ لا يمكن أن نقبل أننا الآن في القرن 2023 لا زال هناك معتقلين سياسيين بالمغرب. إذا الإطلاق ديالها اليوم، وكذلك أعطينا الخطوط العريضة للبرنامج ديالها المرتبط سواء بالترافع أمام البرلمان الأوروبي أو المؤسسات الأممية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب. السلام عليكم، أنا الأم ديال الصحفي عمر راضي المعتقل بسجن تيفلت جوج. الآن تقريبا مضات على الاعتقال ديالو 3 سنوات وتقريبا 4 أشهر، محكوم ب6 سنوات، نتمنى أن يتم الإفراج عنه يعني في إطار مبادرات وطنية ومبادرات حقوقية. اليوم في المقر ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المقر المركزي حضرنا كعائلة عمر راضي كعائلة معتقل سياسي لهذه الندوة اللي هي كانت بمناسبة تشكيل لجنة دولية لحقوق الإنسان. هذه اللجنة مكونة من مجموعة من الجمعيات الحقوقية بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا، وأيضا جمعية المغربية لحقوق الإنسان بشمال أمريكا. ونضم يعني لهذه اللجنة نضم لها عدد كبير من يعني الفعاليات الدولية والعربية اللي نضموا لها، وكنتمنى أن العدد يكون كبير ومشرف، وأنها تعطي الأكل ديالها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.